السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأقوم بتحضير تحلية إيطالية هي التيراميسو، واليوم سأقدمها بشكل آخر، تيراميسو تشيز كيك. أحتاج إلى 200 غرام من هذا البسكوت لو بتي بوغ، 200 غرام مطحونة، 100 غرام من الزبدة، ملعقتين كبيرتين من الشوكولا غابي. أحتاج إلى البودوار أو البسكوت من هذا النوع، قهوة سريعة الذوبان، ماء دافئ، قليل من سكر بودرة، 50 غرام سكر، 250 غرام جبن ماسكاربون، 3 صفار البيض، ملعقة كبيرة فانيلا سائلة، 400 غرام كريمة سائلة، والكاكاو للتزيين. أبدأ بوضع قهوة سريعة الذوبان مع ماء دافئ، أضيف لها قليل من السكر البودرة حسب الذوق. أضيف طبقة تشيز كيك، أضع البسكوي المطحون، أضيف له شوكولا غابي، أخلط ثم أضيف القليل من عطر التيراميسو اختياري هذا. أضيف الآن الزبدة، وأبسطه باليد هكذا، أضغط باليد. حتى أشكل الطبقة الأولى. الآن سأقوم بتحضير الكريمة. أضع صفار البيض، أضيف عليه السكر. أضيفه قليلاً ثم أضيف السكر. وأخفق حتى يصبح لونه أصفر فاتح. بعد ما أصبح الخليط بهذا الشكل، أضيف لافاني، فانيلا السائلة، أخلط من جديد. والآن أضيف جبنة الماسكاربون. أخفق الكريمة السائلة حتى تتماسك. نمزج الكريمة السائلة المخفوقة مع كريمة الماسكاربون. هكذا بعد خلط الكريمة المخفوقة مع كريمة الماسكاربون تصبح بهذا الشكل. أنزل كل الجوانب. أفرغ طبقة من الكريمة على طبقة تشيز كيك. أبسطها بهذا الشكل. والآن أخذ لبودوة، أغطسهم في القهوة، أضعها بهذا الشكل كطبقة ثانية. أستمر في العملية.